السلام عليكم. وعليكم السلام. انت واحد من العمال ديال شركه سمير. يعني كيفاش هذه الازمه هذه؟ واش ما كانتش مفاجاه بالنسبه لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. بالنسبه لنا كنا في الحقيقه كنعيشوا واحد الحياه زوينه في الشركه. كان الامور غدا على احسن ما يرام، ماديا ومعنويا. تفاجاه وقع هذا القرار، ودابا لحد الان دابا حنا كنعانيو مده 6 شهور في الازمه. حنا دابا شباب متزوجين، عندنا مسؤوليات، وعندنا حنا ولينا خايفين الحياه ديالكم. ولات عندنا مسؤوليات. كاين الناس اللي خداو دي زابارتمون، كاين اللي خداو دي كريدي، يعني مسؤوليه. يعني انا كنظن ان الا توقفت سمير غتكون شي كارثه كبيره، ماشي غير على الناس الكبار والشباب وكل شيء. اذا المحمديه كامله. كيما كلمه لرئاسه الحكومه، رئاسة الحكومة راه كلشي باين، الناس هضروا، احزاب هضروا، راه خصهم يتحركوا يديروا شي حاجة. واش حنا بغاو الكلمات عينا ما نديروا في الكلمات؟ درنا مسيرة، درنا وقفة. إلا بغاو شي حاجة اللي غتكون في شكل في البلاد، في مدينة المحمدية، ما عرفتش واش كيتسناو شي، خصهم يديروا شي تدخل عاجل باش حيت الناس عينا من الانتظار دابا مدة 6 شهور، والناس كيتسناو وما كاين حتى شي حل، ما كاين حتى شي بادرة، ما كنسمعوا حتى شي حاجة جديدة. معنا الإضافة اللي عندك؟ واش غنقول لك؟ راه داكشي اللي كاين راه كله قالوا. الناس راه عندهم كريديات، الناس عندهم مدارس، الناس تيقراو ولادهم ديال الفلوس، الناس كلشي عايش على الاعصاب ديالو. نتمنوا من رئيس الحكومه والحكومه كامله انها تلقى الحل في اسرع وقت، باش بنادم يمشي كما كانت العهد القديم، الامور كما كانت، بنادم تيمشي ناشط، كلشي بخير، الامور مزيانه، والله يدير تاوي الخير. شكرا. شكرا.